من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فنصيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال متى الرسول: فيما الفريسيون مجتمعون سألهم يسوع قائلا: ما رأيكم في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: إذن كيف يدعوه داود بالروح ربا؟ إذ يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح له ابنا؟ فلم يقدر أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم ما عاد أحد يجرؤ أن يسأله عن شيء. حقا والأمان لجميعكم.